الوثائق اللي في هذا الفيديو هي إعلان ديال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، اللي أعلن فيه أنه غادي نضم مباراة توظيف 15 تقني درجة 3 سلام تسعود في مجموعة من التخصصات، وكذلك توظيف مجموعة من المهندسين، وحدد آخر أجل لتقديم الترشيح هو النهار 21 يونيو 2024، عبر إرسال الملف إلى مقر المكتب عبر البريد. أما الشروط المطلوبة فهي الجنسية المغربية، السن تكون ما بين 18 و40 سنة، دبلوم في أحد التخصصات التالية: الهندسة القروية، تدبير وإتقان الموارد المائية، الهيدروليك القروية والري، الهندسة المدنية، الكهروميكانيكية، هندسة المعلومات، التطور الرقمي، التنمية المعلوماتية، وأخيرا البستنة. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.